بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع الرسم الهندسي الشباب عايزين نبدأ نستنتج المسقط التالي في الرسمة الجميلة اللي معانا ديت. كل موضوع يا باشمهندس انك هتروح رايح راسم خط 45 من عند الاليفيشن. لو اعتبرنا ان ده الاليفيشن يبقى 45 ناخدها هنا. اتأكد بس انك شغال بالمثلث 45، بعد كده خد الخط بتاعك، خد اسقاطات رأسية واسقاطات افقية للرسمة بتاعتك بالشكل ده كده. لو انا ممكن حاولت اعملها باسلوب تاني كده معاكم، ادي اكس ال فيرتيكال، خدت سقاط راسي هنا، سقاط راسي هنا، سقاط راسي هنا، يعني سريعا كده عند الدايره دي اولها واخرها، هنا وهنا. تمام. لو جينا بعد كده اخدنا اسقاطات افقية ورحت رايح عند زاوية 45 دي، عند كل التقاء نقطة فيه، ورحت رايح واقف كده واخد المنظر ده كده كده الدنيا بقت تمام. امسح خطوط الزيادة اللي انا مش عايزها وابدأ اشوف الاسقاطات بتاعتي ماشية ازاي. تمام شباب. طيب هنا هو ده البلان اللي انا المفروض اشتغل عليه. طيب عايزين بقى نبدا نتخيل المستوى ده بارد ولا قاطس. بارز، مش الحته دي بارزه وفي مسيل ليها الناحيه التانيه، والحتتين دولت هما هما دي كده، يبقى انا من الاخر خالص هروح رايح قاطع دي كده وقاطع دي كده، لان هو ده المستوى اللي هو بتاع الخط ده والمستوى بتاع الخط ده. طب ومن فوق مش ده خط يعني مستوى واحد وده خط يعني ده مستوى واحد؟ يعني كل اللي جوه ده المفروض يطلع خط واحد، يعني المفروض ان كل ده داش، كل الخطوط اللي جوه دي المفروض تطلع داش. ليه؟ لان ده خط وده خط واحد بس، يبقى هو مستوى واحد من فوق، ده طوله وده عرضه، يبقى خلصت. طيب امال ايه بقى الموضوع؟ الموضوع ان عندي هنا داش، ده دي فتحه، الفراغ الفويد ده، ده عرضه وده ارتفاعه، وهنا طوله بقى من الاول للاخر. من اول فين لاخر فين؟ من اول خط ده يعني بعد المستوى ده، فهمت؟ يعني اخره هنا مثلا وبدايته هنا. تمام. يبقى كل الموضوع ان ده داش لاين. مين هو اللي داش لاين؟ اللي هو ده، ده فتحة المربع ده ودي فتحة المربع ده. تمام. طب والدايرة دي؟ الدايرة دي هتدخل برضه فويد، اولها هنا واخرها هنا. طب طولها كام؟ طولها بنفس طول الداش لاين ده، يعني من الاول هنا لغايه الاخر هنا. طالما من الاول هنا لحد الاخر هنا يبقى هي ماشيه من الاول للاخر. طيب تمام. يعني هو ده الداش لاين اللي هو من الاول للاخر؟ هو ده الداش اللي هو من الاول للاخر. ولكن هيحصل مفاجاه دلوقتي. ايه هي المفاجاه دي؟ المفاجاه دي ان هو داخل الدايره دي، هتدخل هنا، هتدخل في سوليد، بعد كده تمشي في فويد، بعد كده في سوليد، بعد كده في فويد، بعد كده في سوليد. يعني دي مصمطه ودي فارغه، دي مصمطه ودي فارغه ودي مصمطه. يبقى الجزء اللي هيبقى فارغ فيه مش هينفع يترسم، يبقى حق مش موجود في الحته دي، بعد كده موجوده هنا، بعد كده مش موجوده هنا، بعد كده موجوده هنا. يعني دايره ظاهره في الرب ده والرب ده والرب ده، الثلاث اعصاب دول. تمام. الف شكر كده الدنيا بقت تمام التمام، وعرفنا ازاي نستنتج المسقط الثالث وفهمنا الدنيا. بشكر حضراتكم، بسألكم الدعاء، جزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.